في إطار التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، تواصل وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودها للحد من انتشار الفيروس، حيث بدأت يوم أمس بالزيارات التفتيشية على الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة، وكيف يمكن التأكد من أن الصالونات ومحلات الحلاقة تطبق الإجراءات الاحترازية في هذه الظروف؟ مساء النور، مشكورين على الاستضافة. طبعا تزامنا مع تأكيد السماح بإعادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة بدءا من يوم أمس، واللي جاء بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أصدرت سعادة وزيرة الصحة قرار رقم 32 لسنة 2020 لتاريخ 26 مايو بشأن الاشتراطات الواجب توفرها صالونات ومحلات التجميل للحد من انتشار فيروس اللي هو كوفيد-19. طبعا في هذا القرار جاء في تأكيد على التزام الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل بالاشتراطات الصحية وعدم الإخلال فيها، كما جاء في القرار بأن من يخالف أحكام هذا القرار سوف يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 121 استنادا لقانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018. طبعا كذلك من بدأت الوزارة من يوم أمس طبعا زيارات تفتيشية على الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل، تقريبا عددها 4200 منشأة، عشان نتأكد من التزامها بالاشتراطات. نعم. طبعا هذا العمل هو بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وطبعا كثفنا هاي الجهود على اساس ان احنا نتاكد من ان هذه المحال وال يعني الصالونات تكون ملتزمه بجميع الاشتراطات اللي وضعت، وطبعا هاي وضعت من اجل الحد من انتشار الفيروس وطبعا للحفاظ على الصحه العامه للجميع. نعم دكتورة، لو نذكر هذه الاشتراطات الصحيه المتعلقه بعمل صالونات التجميل ومحلات الحلاقه. طبعا في العديد من الاشتراطات، ومن ابرزها طبعا في اشتراطات متعلقه بشهاده التسجيل الصحي التجاري اذا هي صارت مفعول او لا، ولازم تنحط في مكان يعني مثبته بحيث مكان بارز على اساس ان احنا نتقيد بالنشاط المرخص، وفي سجل يومي لازم لجميع الزبائن يحتوي على اسمهم، رقم التواصل، تاريخ ووقت الزياره. كذلك الجميع العاملين في هاي الصالونات لازم يتقيدون بلبس الزي رسمي، مرايل ذات استخدام واحد اثناء العمل، استخدام الكمامات والقفازات اثناء العمل، والتخلص من القفازات بعد كل زبون، غسل الايدي وتعقيم الايدي مباشره قبل وبعد اجراء اي خدمه. كذلك تاكد ان الادوات مالت الحلاقه والتجميل تكون موجوده بشكل كافي وما يتناسب مع حجم العمل في المحل. لازم يستخدمون ادوات وفوط ومرايل وشراشف ذات استخدام واحد اثناء عمليه الحلاقه والتجميل وزاد الشعر. كذلك لازم يكون في توفير لاجهزه ومعدات مواد التعقيم والتطهير المعتمده طبعا وبعدد مناسب، بالإضافة إلى نظافة وسلامة أدوات الحلاقة والتجميل، يجب غسلها، تطهيرها، تعقيمها حسب طبعا الإرشادات الموصي بها. كذلك لازم يكون في هناك عدد كافي من الأدوات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والوقايات الوجه اللي نسميه الفيس شيلد، وفي قفازات ومعقمات ومرايل كذلك لجميع العاملين. نعم. بالإضافة إلى توفير عدد كافي من أدوات التنظيف والمطهرات والمعقمات حق الأسطح اللي في الصالونات، كذلك توفير أدوات حق قياس درجة الحرارة ومعقمات الأيدي حق الزبائن. وطبعا في العديد من الاشتراطات الثانية واللي طبعا ممكن الواحد يحصل عليها في الموقع الإلكتروني
لوزارة الصحة، فيها يعني تفاصيل أكثر. نعم. شنو الأشياء اللي ممنوعة وشنو الأشياء اللي ممكن الواحد مسموح بالقيام فيها بالنسبة للخدمات المختلفة. نعم. للصالونات. نعم الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة، شكرا جزيلا لك.